المانديبيولر نيرف. خلينا نفتكر الحكايه من البدايه. كان عندي دي الجانجليون اللي طالع منها ادي برانش ادي الثاني ادي الثالث، يعني طالع منها 3 برانشز، يعني دي ترايجيمينال جانجليون وده الترايجيمينال نيرف. قلنا الاوفثالميك مش علينا، المجزيلري علينا وخلصناه. دخلنا بقى على المانديبولر. انا بصة كده ميديال فيو، يعني لو بصيت على الاسنان كده انت كده جوه البق، ماشي؟ دي السفينويدال ساينس. مهم، مطلوب مني اعرف ايه عن المانديبولر نيرف. دايما اي نيرف تلاقي الموضوع فيه سهل وبسيط خالص وشوية معلومات صغيرة لحد ما تيجي عند برانشاته. يعني المانديبولر نيرف ده ربع صفحة، برانشاته دخلالها في 3 صفحات، تخيل. فيعني حسبي الله ونعم الوكيل في البرانشات. يعني المطلوب مني اعرف ايه في المانديبل نيرف؟ مطلوب مني اعرف الاوريجين، ثم الكورس، منطقي ترتيب منطقي، ثم في عنوان جديد عندنا هنا اللي هو ريليشنز، ثم العنوان المخيف بتاعنا اللي هو البرانشات اللي هو عبارة عن بتاع صفحتين ونص. اوريجين، بص كده على المانديبل نيرف. صراحة المانديبل نيرف ممكن تتلخبط، هو فين بالظبط؟ مين المانديبل؟ بص، مش دي الترايجيمينال جانجليون؟ نزل منها جزء منها نزل لتحت عند المانديبل. بصراحة ده مش المانديبل نيرف نفسه، لا ده السنسوري روت اوف مانديبل نيرف. يبقى الترايجيمينال جانجليون بتدي الاوفثالميك نيرف، المجزيلر نيرف، ودول بيورلي سنسوري. بيورلي سنسوري، اي حاجه ليها علاقه بالتريجيمينال نيرف هي حاجه بيورلي سنسوري، وبينزل منها مش المانديبولر نيرف، لا والسنسوري روت اوف مانديبولر نيرف. ليه؟ هو المانديبولر نيرف في فايبرز بس موتور مش سنسوري. اهي شايف ده؟ شايف ده؟ اهو ده الموتور روت اوف مانديبولر نيرف. يعدي هذا المانديبولر نيرف او الموتور روت مع السنسوري روت، اول ما يعدوا من هذه الفورامين اللي كان شكلها، بس هي مش باينه كويس هنا، شكلها كان اوفال، بيعدي في الفورامين اوفال، اول ما يعدوا منها يتحدوا مع بعض يكونون المانديبولر نيرف. يعني كده الاوريجين ايه؟ الاوريجين عباره عن تو روتس، سنسوري روت كبير قوي وموتور روت صغير. الموتور روت على فكره ده جاي ايه، بما انه مش جاي من الترايجيمينال جانجليون، امال ده جاي منين؟ فاكر البرين ستيم كان ميد برين ثم بونس، كانت حته بكرش كده على راي دكتور وهدان ثم ميدله. الموتور روت ده جاي منين؟ من البونس، من الحته اللي بكرش، تمام. بس السنسوري روت بقى ده جاي لي اهو من الترايجيمينال جانجليون. بس السنسوري روت التخين ده هو اللي ارايز من الترايجيمينال جانجليون. كده عرفت الاوريجين. ايه الكورس بقى؟ هتتكلم عن الموتور وعن السنسور. الموتور روت والسنسوري روت بيليفوا السكال، بيسيبوا السكال عن طريق ان هم يعدوا في هذه الفورامين اللي شكلها اوفال، ولو انها مش باينه هنا، اكيد هنشوفها في صوره ثانيه، اسمها فورامين اوفال. واول ما يعدوا منها جاست بيوند ذا فورامين ذا يونت وير ذا يونت توجذر جاست بيوند ذا فورامين، اول ما يعدوا منها يقوموا متحدين مع بعض. بص في الحته دي انت ما تقدرش، يعني حسيت ان هم لحموا مع بعض من اول ما عدوا في الفورامين، فكونوا لي ايه؟ المين ترانك بتاع المانديبولر نيرف، تمام. يبقى الحته دي كده هي المين ترانك بتاع المانديبولر نيرف. سيبك من الجانجليونيه دي، ماشي، دي كده المين ترانك بتاع المانديبولر نيرف. كده خلصت الكورس، هندخل على الريليشنز. وهنا هقول له 3 حاجات. اكيد المانديبولر نيرف او ترانك بتاعته تحت الفورامين اوفال، مش هو خرج من الفورامين اوفال؟ يبقى المانديبولر نيرف بيلو ذا فورامين اوفال. طيب شايف كده كل هذه المساحه الكبيره دي اللي كانت عامله لي بصراحه عقده في بدايه السنه في الانت. هذه المساحه انا مش عارفه حدودها ايه، لان انا حاساها مساحه مفتوحه الصراحه. بس مش دي التمبورال ريجن؟ انت لو نزلت هنا ورا الزيجوماتيك ارش ونزلت تحت وديب للمندبل تلاقي نفسك في ريجن تحت التمبورال ريجن، اي انفرا تمبورال فوسا، تمام. فالمانديبل النيرف بينزل او بلو ذا فورامين اوفال، الترنك قاعده فين؟
اذا كانت دي انفرا تمبورال ريجن فما تحت الزيجوماتيك ارش فهو التيمبو انفرا تمبورال فوس. تمام. وعلاقتها ايه بقى بالنيك اوف ذا ماندبل؟ خلي بالك عشان ساعات بيحصل انتيريور ديسلوكيشن للماندبل، الماندبل اتخلع لقدام، فانت عارف ان المانديبل النيرف قدام قدام النيك اوف ذا ماندبل. ماشي. المانديبل النيرف بلو الفورامين اوفال في الانفرا تمبورال فوسا a little in front of the neck. هنا النيك اهي، the neck of the mandible. خلينا نشوف الصورة دي اللي مبينة لنا المانديبولار نيرف. بصراحة الترنك بتاعت المانديبولار نيرف قصيرة جدا جدا جدا، سنتي واحد سنتي واحد، الحتة دي كلها كده اهي، دي الترنك بتاعت المانديبولار نيرف. وسرعان ما تنقسم الى anterior division. قولها كده anterior division of mandibular nerve. مش بفكرك في حاجة؟ muscles of mastication. اغلب muscles of mastication او كل muscles of mastication ما عدا medial pterygoid muscle is supplied by anterior division of the mandibular nerve. يبقى اديتني الترنك دي صغيرة سنتي، واديتني ترنك anterior division، اديتني anterior division صغير وميلي موتر، صغير ومينلي موتور. احنا قلنا بيسبلاي كل المسلز اوف ماستيكيشن ما عدا مين؟ ما عدا الميديال تيروجويد ماسل. يبقى الترنك اديتني انتيرير ديفيجن سمول ومينلي موتور، واديتني بوستيرير ديفيجن تخين تخين ومينلي سنسوري. دايما هنا الكبير مينلي سنسوري، الكبير مينلي سنسوري، لان الترايجيمينال نيرف اللي هو العصب الخامس ده، سمعت عن ترايجيمينال نيورالجيا دي بتبقى ألم كده في المناطق اللي supplied by trigeminal nerve، ألم صح؟ يبقى هو mainly sensory. ماشي. نرجع تاني لموضوعنا، الترنك بتاعت المانديبل النيرف قصيرة سنتي واحد، وسرعان ما انقسمت إلى anterior division صغير ومينلي موتور، posterior division كبير ومينلي sensory. بعد كده نروح على برانشات المانديبل النيرف اللي لو هيجي سؤال غالبا هيجي فيها، بس طبعا ما اظنش انه هيقول اكتب لي برانشات المانديبل النيرف لان كده هكتب له بتاع صفحتين ونص، لكن هنقسم برانشات ونشوف بقى البرانشات بتنقسم على اساس ايه. على اساس اللي احنا قلنا في برانشات من الترنك، في برانشات من الانتيريور ديفيجن، في برانشات من البوستيريور ديفيجن. احنا هنا هناخد البرانشات ببرانشات البرانشات. الصورة دي ممكن تجمع لنا كتير من البرانشز. دي الترايجيمينال جانجليون وده الترايجيمينال نيرف، وده مين بقى؟ ده الموتور روت اللي طالع من البونز. البونز اهي، ده الموتور روت اللي طالع من البونز، اتحد مع السنسوري روت اللي جاي من الترايجيمينال جانجليون، وعدوا في الفورم من اوفال، قاموا متحدين مع بعض كون ترانك. ادي بتي يعني ترانك، ترانك اوف ذا مانديبولار نيرف. اتقسم الترنك اوف ذا مانديبولار نيرف الى anterior division small ومينلي موتور، posterior division large ومينلي سنسوري. البرانشات، في برانشات من الترنك، في برانشات من anterior division، في برانشات من posterior division. نبدا اولا ببرانشات الترنك اوف ذا مانديبولار نيرف. على فكره انت تعرف واحد منهم؟ لا والله. ارجع كده الاول توبيك، فاكر muscles of mastication، medial pterygoid والlateral pterygoid والtemporalis والmasseter، كانوا كلهم supplied by anterior division of the mandibular nerve. طب ما انت النهارده دلوقتي بتتكلمي عن trunk. ما هو lateral، ما هو medial pterygoid muscle كانت supplied مش بالanterior division، لا دي supplied بالtrunk، trunk of the mandibular nerve. هذه الترنك اذا كان الانتيريور ديفيجن مينلي موتور وصغير ومينلي موتور، البوستيريور ديفيجن كبير ومينلي سنسوري، فالترنك بصراحه محايده، هي طالع منها حاجه واحده سنسوري وحاجه واحده موتور. الحاجه الواحده الموتور اللي طالعه منها اللي هو النيرف 2 ميديال تيروجويد، بس بصراحه هذا الموتور نيرف هو اسمه نيرف 2 ميديال تيروجويد وراح يسبلاين ميديال تيروجويد، لكن هو بصراحه بيدي 3 برانشز. او لو قربنا من النيرف 2 ميديال تيروجويد
خلينا نعمل الموتور بون موترو ده النرف. لا ثواني ده اهو النرف تو ميديال تروغويد. اتفاجئت انه اتقسم لثلاثة برانشز، نرف واحد منهم بالفعل راح الميديال تروغويد مصل ونرفين راحوا المسلز اخرى، رغم ان اسمه نرف تو ميديال تروغويد الا انه رايح لثلاث عضلات من ضمنه الميديال تروغويد ومسل تانية اسمها تنسور بالاتاي، مسل تانتا اسمها تنسور تمباناي. بلاش نخش في تفاصيلهم عشان خاطر دول اولا احنا لسه ما خدناهمش، تقريبا هناخدهم في الاسبيراتوري عشان خاطر المانديبل النرف برضو كبير، فمش عايزين ندخل نفسنا في تفاصيل قوي. انا دلوقتي بتكلم عن برانشات الترانك، انا الترانك اهو ادى برانش موتور واحد، موتور اللي هو النيرف تو ميديال تروجويد. هذا النيرف تو ميديال تروجويد ادى ثلاثة برانشز، واحد راح الميديال تروجويد، واحد راح التنسور تمبناي، واحد راح للتنسور بلاتاي. زي مادة الترانك دي كانت محايدة بتدي واحد موتور واحد سنسوري، فين السنسوري؟ ادي اهو ده السنسوري. اذا كانت دي الفورمن اوفال كان جنبيها فورمن صغيرة عند حتة كده ليها سباين، فكنا من العملي دي فورمن اوفال ودي فورمن سباينوزم كانوا جنب بعض من العملي، بنبقى عارفينهم من العملي قوي. فايه اللي بيحصل؟ الموتور روت والسنسور روت بعد ما يتحدوا عند بعض مع بعض فورمن اوفال ويكونوا ترانك، يقوم المانديبل النرف على راي دكتور وهداني يقول ايه يا خرابي ده انا نسيت حاجه، انا هقوم رجع تاني هرجع برانش سنسوري بس هيرجع من فورمن مختلفه. هيرجع فورمن ايه؟ مش هيرجع من فورمن اوفال، لا هيرجع عن طريق فورمن سباينوزم ويدخل الميدل كرينيال فوسا عشان هو منينجيال برانش، اي انه رايح يسبلاي الديوره ماتر. تمام، وهذا السنسوري نيرف على اسم الفورمن اللي هو فيه، مش هي دي الفورمن سباينوزم؟ اه خلاص ده نيرفس سباينوز، يبقى اكتب له السنسوري هو النيرفس سباينوزس، وده بيعدي بيوصل للميدل كرينيال فوسا عن طريق الفورمن سباينوزم عشان يسبلاي الديورامات. يبقى الترانك طلع منها واحد سنسوري، واحد سنسوري اللي هو النيرفس سباينوزس، واحد موتور اللي هو نيرف تو ميديال تروجويد اللي راح يسبلاي ميديال تروجويد وتنسور تمباناي وتنسور بالاتاي، والنيرفس سباينوزس اللي رجع في الفورمن سباينوزم دخل على الميدل كرينيال فوسا يسبلاي الديورامات. بعد كده احنا اتفقنا ان احنا خلاص خلصنا برانشات الترانك اوف ذا مانديبل نيرف، وقلنا ان المانديبل نيرف ده بيتقسم لانتيرير ديفيجن سمول ومينلي موتور، بوستيرير ديفيجن لارج ومينلي سنسوري. نمسك بقى برانشات الانتيرير ديفيجن اللي هو مينلي موتور. تخيل بيسبلاي مين؟ انت عارفهم، مش فاكر في المسلز اوف ماستيكيشن لما كنا بنقول ان اول مسلز اوف ماستيكيشن تيمبوراليس ماسيتر lateral pterygoid are supplied by anterior division of the mandibular nerve except the medial pterygoid which is supplied by a branch from the trunk of the mandibular nerve. خلاص انا كده عرفت المسكلر برانشز، مش الانتيرير ديفيجن ده مينلي مسكلر؟ مينلي مسكلر. خلاص ايه بقى المسكلر برانشز بتاعته؟ برانشين رايحين للتمبرال مسل، هنشوفهم مع بعض وهتعرف هما ليه اسمهم ديب تمبورال نيرفز. تمام، تمبورال نيرفز عشان رايحين للتمبوراليس مصر، ماشي دي مش مشكله. ليه اسمهم ديب؟ هنشوفهم في الصوره. يبقى اتنين ديب تمبورال نيرفز ونيرف رايح لللاترال تروجويد وكمان نيرف رايح للمسيتر مصر ام اس المسيتر مصر، يبقى عضلات الماستيكيشن ما عدا الميديال تروجويد دول هما المسكلر برانشز. طب ما انت ما قلتي ان هو الانتيرير ديفيجن ده مينلي موتور، هو ليه سنسوري؟ صراحه الكونتينيويشن بتاع السنسوري الكونتينيويشن بتاع الانتيرير ديفيجن عباره عن سنسوري نيرف رايح يسبلاي الجلد اللي مغطي الباكسينيتور ماسل، العضله اللي عامله الخد دي باكسينيتور ماسل، هنشوفها برضو مع بعض. فهو هذا النيرف رايح يسبلاي الجلد اللي مغطي الباكسينيتور ماسل من جوه والميوكوزا اللي بتلاين الباكسينيتور ماسل من جوه،
الجلد اللي مغطي الباكسينيتور ماسل من بره، والميوكوزا اللي بتلاين الباكسينيتور ماسل من جوه، يبقى اسمه ايه؟ بكال نيرف. بس كده، يبقى من هذه الصوره انا هقدر ان شاء الله افتكر كتير من البرانشز. قلنا ان الترنك بتاع، قلنا ان المانديبولار نيرف دي ترنك، والترنك اتقسم لانتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. خدنا برانشات الترنك، وقلنا برانش موتور اللي هو نيرف تو ميديال تروجويد اللي اتقسم لثلاثه برانشات، ميديال تروجويد، تنسور بالاتاي، تنسور تيمبالاي، وبرانش سنسوري اللي هو النيرفس سباينوسس اللي رجع عدى في السباينوسس او فورمن سباينوزم، دخل على الميديال كرينيال فوسيا سبلاي الديورامتر بتاعه الميديال كرينيال فوسيا. اتكلمنا عن برانشات الانتيريور ديفيجن اللي قلنا ان هو سمول ومين لي موتور، ايه الموتور برانشز بتاعته، ايه السنسوري برانشز بتاعته. موتور برانشز بتاعته اتنين ديب تيمبورال نيرفز، ونيرف اللاترال تروجويد، ونيرف للماسيتر ماسل. اي نيرفز راحت سبلاي كل عضلات الماستيجيشن ما عدا الميديال تروجويد اللي قلناها في الترنك، تمام. طب فين السنسوري اذا كان هو مين لموتور؟ فين السنسوري بقى؟ ان الكونتينيويشن بتاعه عباره عن بكال نيرف رايح يسبلاي السكين اللي بيغطي، والميوكوزا اللي بتلاين الباكسينيتور ماسل. بص كده على الديب، ادي الانتيريور ديفيجن اهو، بص كده ده كده كله الانتيريور ديفيجن. ادى واحد ادي اتنين، ادي واحد وادي التاني، الاتنين دول رايحين يسبلاي التمبوراليس ماسل. بس زي ما انت شايف هو قاطع التمبوراليس ماسل عشان يوري لي هذه النيرفز. اذا هذه النيرفز ايه؟ ديب للتمبوراليس ماسل، فبنسميها ديب تمبورال نيرفز. فالصوره دي بالفعل اقنعتني ان هما اتنين، واقنعتني ان هما ديب. بص كده على هذه الصوره، ادي النيرف اهو اللي راح يسبلاي الماسيتر ماسل اللي كان بيدي برانش يسبلاي التمبرومانديبولار جوينت، وايام التمبرومانديبولار جوينت اللي هو كان من شويه النهارده كنا بنقول ان في النيرف سبلاي حاجه بحرف الام هي الماسيتر سيتريك نيرف او النيرف تو ماسيتر، وفي البلاد سبلاي برضه بحاجه بحرف الام اللي هي المجزله النيرف. دي الصوره اللي كنا فيها كده. نرجع تاني، شايف هذا النيرف ده؟ ده النيرف اللي رايح يسبلاي الماسيتر، النيرف تو ماسيتر. ماله بقى؟ شايف بيعدي فين؟ مش ده المندبل، او بالتحديد الريمس اوف ذا مندبل. شايف دي كده؟ دي نوتش، يعني حفره عميقه في المندبل. اذا دي المندبل نوتش. هو بس وهو بيكلمك عن النيرف البرانش اللي رايح للماسيتر، هو بس وهو بيكلمك عن البرانش اللي رايح للماسيتر قالك ده بيعدي في بيعدي ثرو المانديبولار نوتش. المانديبولار نوتش بالازرق هو النيرف تو ماسيتر بيعدي فيها عشان يوصل لمين؟ للماسيتر ماسل. شايف هذه العضل؟ هي دي الباكسينيتور ماسل. وشايف هذا النيرف الطويل او ده الكونتينيويشن بتاع الانتيريور ديفيجن؟ ده الانتيريور ديفيجن اهو، الكونتينيويشن بتاعه نيرف راح يسبلاي الايه؟ لا ما تقولش الباكسينيتور ماسل، ده احنا بنقول ان السنسوري، ان الكونتينيويشن بتاع الانتيريور ديفيجن ده سنسوري، وهو الحاجه الوحيده السنسوري في الانتيريور ديفيجن. فما تقولش ده راح يسبلاي الباكسينيتور ماسل، انت كده قلبت موتور. قول رايح يسبلاي السكين اللي مغطي الباكسينيتور ماسل من بره، والميوكوزا اللي بتلاين الباكسينيتور ماسل من جوه. ماشي، خلي بالك من الحته دي، السنسوري برانش من الانتيريور ديفيجن اللي هو البكال نيرف، ما تقولش ده رايح يسبلاي البكال ماسل الباكسينيتور ماسل، لانه سنسوري مش موتور عشان اقول انه رايح يسبلاي الباكسين. وبعد كده هنخش في دوامه برانشات ايه. احنا خدنا برانشات الترنك، وخدنا برانشات الانتيريور ديفيجن، هنخش في دوامه البوستيريور. اي هانت، ناقص لنا بس برانشات البوستيريور ديفيجن اللي هي عباره عن بتاع صفحتين تقريبا. نرجع تاني لهذه الرسمه الجميله، ونقول ان المانديبل النيرف دي ترانك، وليه انتيريور ديفيجن مينلي موتور صغير، وليه بوستيريور ديفيجن مينلي سنسوري وكبير. ايه بقى برانشات البوستيريور ديفيجن؟ اقول لك على حاجه، هذا البوستيريور ديفيجن ادى برانش كده، بص ادى البرانش ده وقام اتقسم لتو ديفيجنز او تو نيرفز. يا
يعني هو ادى هذا النرف اللي هنقول اسمه كمان شوية، بعد كده اتقسم يعني ادى برانش ده، ثم هو نفسه اتقسم لتو نيرفز. تمام، ايه اسماء التلاتة برانشات بتوع البوستيريو ديفيجن؟ البوستيريو ده على فكرة جبنا سيرته قبل كده، ده والله والله ده جبنا سيرته قبل كده. راجع كده، نيرف سبلاي بتاع التمبرو مانديبولار جوينت، ده هو تاني توبك علينا، الجوينت مفصل الفك. كان كنا بنقول على النيرف سبلاي بتاعه البلاد سبلاي والنيرف سبلاي كنا بناخدهم مع بعض. يعني في البلاد سبلاي في حاجه بحرف الام اللي هي المجزيلا النيرف، في حاجه وفي النيرف سبلاي في حاجه بحرف النيرف الام اللي هو النيرف توماسيتا. وفي البلاد سبلاي كان عندي حاجه تمبرال اللي هي السوبرفيشال تمبرال، سوبرفيشال تمبرال ارتري. كان عندي نيرف برضو كان تمبرال اللي هو كان بيعدي قدام الاوريكل ورايح التمبرال ريجن، ايوه هو ده اللي بيعدي قدام الاوريكل ورايح التمبرال ريجن، هو ده الاوريكيلو تمبرال نيرف، ده برانش من بوستيريور ديفيجن اوف ذا مانديبولار نيرف. يبقى ده الاوريكيلو تمبرال نيرف، ده كده ده شكله مميز هنا، الحته دي مميز، ده الاوريكيلو تمبرال نيرف. وده برانش والله رايح، بص 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 رايح لفين، راح يسبلاي السنان من تحت. فاكر المرق في المجزيلر نيرف، النيرف اللي قبل ده كنا بنقول ايه على اي حاجه تخص السنان؟ الفيلر. بس المره اللي فاتت عشان مجزيلري كان بيسبلاي السنان اللي من فوق، فكنا نقعد نقول سوبيريور الفيلر، سواء كان بوستيريور سوبيريور الفيلر او ميدل سوبيريور الفيلر او انتيريور سوبيريور الفيلر. هنا بقى نقول ايه؟ ده الانفيريور الفيلر نيرف. طب ونرف تاني رايح للسان زي ما انت شايف، او خلاص لينجوال نرف. يبقى ايه هي اللي حصل في البوستيريور ديفيجن؟ البوستيريور ديفيجن اللي هو مينلي سنسوري، كبير ومينلي سنسوري، ادى الاوريكيلو تمبرال نرف ثم اتقسم لانفيريور الفيلر نرف ولينجوال نرف. احنا كل شوية بنغوص بنغوص قوي، لان لما خلص المانديبولا نرف هزغرت، يا ريتني كنت ما بعرفش زغرت للاسف. هنغوص في الأوريكيلو تمبورال نيرف. الأوريكيلو تمبورال نيرف ماله؟ هذا النيرف يمكن أشهر حاجة فيه أو أشهر حاجة في شكله إن هو الرايز بتو روتس، أدي روت أهو وأدي روت أهو، هذه التو روتس محاوطين هذا الأرتري اللي باللون الأحمر، هذا الأرتري الشهير جدا 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 وليه حادثة مشهورة بيه، الميدل مننجيال ارتري. لحتى الميدل مننجيال ارتري كان بيعدي في الفورة من السباينوزا مع النيرفس سباينوزس، مش مشكله مش مشكله. يبقى الارتري ده اسمه الميدل مننجيال ارتري. الاوريكيلو تمبرال نيرف ارايزز باي تو روتس اراوند ذا ميدل مننجيال ارتري. وبعد كده انت شايف اتجاهه ايه، طالع لفوق ولا قدام ولا لا انا راجع لورا، بس شايف مش 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 اللي باللون الاخضر ده جزء من المندبل، انا معدي بقى ديب لرقبه المندبل، انا معدي اهو، بص هو مخطط النيرف هنا اهو، معدي ديب تو ذا نيك اوف ذا مندبل. وبعد كده هتلاقيني ولو اني مش باين في الصوره دي بس ممكن نشوفها في البرنامج، هتلاقيني ورا الجوينت اللي هو التمبرو مانديبولار جوينت، بفصل الفك في قلبي مين، شايف هذه الجلاند، هذه الجلاند هي دي الباروتيد جلاند الشهير، ماشي انا معدي في قلبيها بقى، معدي في قلبيها اهو، انا معدي في قلب الباروتيد جلاند، واقوم خارج منها فين، من البوستيريو بوردر ولا انتيريو بوردر ولا لا، انا طالع هخرج من الباروتيد جلاند عن طريق السوبيريور بوردر، وتقوم معديه على الارش اللي هنا اللي جايه من اتحاد الزيجوماتيك بون والتمبرال بون، فاكر الزيجوماتيك ارش؟ القرش ده بيبقى هنا، هنبقى نشوفها في البرنامج، انا مش لاقي حاجه للاسف مجمعه كل التفاصيل، تمام، فهنقعد نتنقل بين الصور. فلما بيخرج من الباروتيد جلاند، الابر اند بتاعه الباروتيد جلاند، هيعدي على الزيجوماتيك ارش، يقوم يوصل لفروه الراس وهناك اللي هي السكالب، وهناك يتقسم لبرانشات كتيره. سيبنا من البرانشات دلوقتي، خلينا نشوف ايه اللي ما شفناهوش، خلينا نقرا سوا كده
it arises by two roots around the middle meningeal artery. تمام. pass forward backward with deep in neck of the mandible. عند النيك اوف ذا ماندبل اهي. تمام. deep ليها هو ماشي مفيش مشكله. then it ascends behind the temporomandibular joint. لا دي انا مش شايفها هي فين. بص كده البرنامج مش متفق قوي مع الكلام بتاعنا. ده الاوريكولو تمبرال برانش بتاعنا ماشي. لو شلت البروتيد جلاند كده ماشي هتلاقي ان بالفعل الاوريكولو تمبرال نيرف بيبقى في الاول بيبقى ديب معلش بيبقى ديب للنيك اوف ذا ماندبل. ادي النيك اهي دي الهيد اوف ذا ماندبل ودي النيك اوف ذا ماندبل. هو ديب للنيك اوف ذا ماندبل. وبعد كده بعد كده بيبقى ايه بيبقى ورا التيمبرومانديبولار جوينت. الحته دي يمكن يكون ليها كلينيكال ابلكيشن مش عارفه صراحه. بس الاوريكولو تمبرال نيرف في الاول بيبقى ديب للنك وبعد كده بيبقى ورا التيمبرومانديبولار جوينت. ها هل بيفضل راجع لورا ولا هنا هيأسند؟ لا هيأسند بيهايند التيمبرومانديبولار جوينت في قلب البروتيك جلاند. ولو ان لما البرنامج ده اظهر البروتيك جلاند ما كانش اظهر هذا الكلام ماشي. هو هيأسند بيهايند التيمبرومانديبولار جوينت في قلب البروتيك جلاند ويسيب الابر بوردر بتاعت الجلاند وهيعدي على مين؟ فاكر بقى الزيجوماتيك ارش؟ اه ده الزيجوماتيك ارش ده كده الزيجوماتيك ارش ماشي. فهيعدي عليه هيكروس الزيجوماتيك ارش ويوصل لمين؟ يوصل للسكالب اللي هي فروة الراس ماشي. يوصل للسكالب. هنا بقى هينقسم الى ميني برانشز. بص اتقسم ازاي لما وصل للبرانشز للسكالب تقسم الى برانشات كتيره. بس هنا تقسيمه البرانشات عجيبه شويه. ليه؟ لان البرانشات مش سنسوري وموتور. لا برانشات الصراحه سنسوري وباروتيد وارتيكولار. على فكره احنا اوريدي قلنا الارتيكولار لما اكيد الارتيكولار برانشز يعني برانشز رايحه الجوينت. اذا هيزيل بيبعت برانشات وهو ديب للنيك اوف ذا ماندبل او ورا التيمبرومانديبولار جوينت هيبعت ارتيكولار برانشز للتيمبرومانديبولار جوينت. طيب وليه كمان سنسوري برانشز؟ ايه رايك هتسبلاي ايه؟ مش هو اسمه ايه اوريكولو تيمبرال؟ طيب يبقى هيسبلاي التمبل. فاكر كلمه تمبل اللي هي الكلمه العاميه بتاعه تيمبرال؟ اه هيسبلاي اني جزء منها اللي هي دي كده تمبل او التيمبرال ريجن ماشي. ايه رايك هل هيسبلاي التيمبرال ريجن كلها ولا هيسبلاي النص اللي من ورا بس؟ اه هيسبلاي البوستيرور هاف اوف ذا تمبل. وعشان خاطري اكبر بخاطري وفكرني مين البرانش اللي كان بيسبلاي النص اللي من قدام من التمبل. فاكر ده زيجوماتيكو تمبرال؟ مش مشكله حتى مش فاكر ده كان في النيرف اللي قبل ده في الفيديو اللي قبل ده. المهم عرفنا ان السنسوري برانشز بتاعت الاوريكولو تمبرال نيرف رايحه سبلاي من اسمه كده تمبرال. فين يبقى البوستيرور هاف اوف ذا تمبل. يبقى كده كلمة temporal. فين كلمة أوريكيلو بقى؟ عشان بيسبلاي الأوريكل. أني حتة بالظبط من الأوريكل؟ دي الأوريكل اهي. دي الأوريكل وده الأوريكيلو temporal nerve. كنا شفنا الصورة دي قبل كده. ايه رأيك بقى؟ الأوريكيلو temporal nerve هيسبلاي ايه؟ هيسبلاي الأسبكت اللي أنا شايفاه ده. ده اللاترال سيرفيس بتاع الاير بنا. ليها ميديال سيرفيس مستخبي اللي هو في مواجهه الشعر او اللي لامس جلد زيه. انا عايزه اللاترال سيرفيس بصراحه مش عايزاه كله. شايف الاوريكولو تمبرال نيرف بدا من اول فين؟ يبقى انا عايزه التلتين الفوقانيين من اللاترال سيرفيس اوف ذا اير بنا اللي هي الاوريكل. ومش بس كده مش اوريكولو تمبرال كمان مش اوريكولو تمبرال بس ده كمان بيسبلاي الاكسترنال اوديتوري ميتس يعني فتحه الاذن الخارجيه وطبله الودن اير درام. ملهوش صور. تابع كده هذه الصورة معايا عشان نخلص من اخر برانشات الاوريكولو تمبر. هو فين الاوريكولو تمبر؟ هل تقدر تطلعه هنا من الصورة دي؟ في حتة مميزة في شكله كده تقدر تقولك ان ده الاوريكولو تمبر. ايوة التو روتس بتوعه. وادي هو البوستيريو ديفيجن من المانديبولار نيرف اللي ادى الاوريكولو تمبرال ثم اتقسم
the two branches the inferior alveolar واللينجوال. يبقى ده الاوريكيلو تمبرال. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في هنا جانجليونية اسمها اوتيك جانجليون. اوتيك جانجليون دي الجانجليون اللي اسمها اوتيك جانجليون. مالها؟ انا دلوقتي بتكلم عن ايه اصلا؟ بتكلم عن البرانشيت اللي رايحه للباروتيد جلاند. اهي اهي الباروتيد جلاند. البرانشيت اللي رايحه لها عباره عن ايه يا ترى؟ والله الباروتيد جلاند دي لما بكون متعصبه ومتنرفزه اكيد الباروتيد جلاند ايه مش هتشتغل، لان انا مشغله السمباثيك. واكيد لما اكون مسترخيه والدايجستيف سيستم شغال بقى وعصبي هادي ومش عارفه ايه وقت الدايجشن ووقت الريست وهكذا اكيد هتشتغل. اذا البارا سمباثيك وسمباثيك. عشان كده جبنا سيره الجانجليون. هو الجانجليا دي كانت عباره عن ايه؟ شايله بارا سمباثيك فايبرز، وهنا قال لي انها شايله او بتعدي فيها كمان سمباثيك فايبرز. اذا الفايبرز او البرانشات الاوريكيلو تمبورال نيرف اللي رايحه للباروتيد جلاند ما هي الا عباره عن ايه؟ سمباثيك وبارا سمباثيك. البارا سمباثيك ايه رايك؟ مش دي الجانجليون؟ حصل فيها ريلي. ما قبل الجانجليون كان اسمه بري سمباثيتك بري جانجليونيك فايبرز، وما بعد الجانجليون اللي دخل في الاوريكيلو تمبرال نيرف بوست جانجليونيك فايبرز. اذا البرانشات الباروتيد جلاند الاوريكيلو تمبرال نيرف اللي رايحه للباروتيد جلاند ما هي اللي عباره عن بوست جانجليونيك بارا سمباثيتك فايبرز، وكمان سمباثيتك فايبرز جايه للباروتيد جلاند من الاوتيك جانجليون. وبكده نبقى خلصنا. خلصنا مين؟ خلصنا ده، خلصنا اوريكيلو تمبورال نيرف اللي هو برانش اللي هو كان قصته ايه. لا احنا كنا في المانديبولا نيرف. المانديبولا نيرف كان ليه ترانك، كان ليه انتيريور ديفيجن، وكان ليه بوستيريور ديفيجن. احنا خلصنا برانشات الترانك وخلصنا برانشات الانتيريور ديفيجن، دخلنا على البوستيريور ديفيجن لقينا ان هو بيدي الاوريكيلو تمبرال وشرحناه. ثم بعد ما بيدي الاوريكيلو تمبرال ديفيجن هو بيتقسم لتو برانشز، برانش رايح للتنج اذا اللينجوال برانش، والانفيريور الفيلال نيرف. ناقص لنا هانت ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا اللينجوال نيرف وناقص لنا الانفيريور الفيلال نيرف. هذا الانفيرير الفيلال نيرف هو اكبر برانش من البوستيرير ديفيجن اوف ذا مانديبولار نيرف. ايه رايك؟ ماشي قدام ولا راجع لورا ولا نازل لتحت؟ لا نازل لتحت. عارف معدي على مين؟ مين المصل دي اللي انسرتد في الميديال اسبيكت اوف ذا ريمس اوف ذا مانديبل والانكل؟ فاكر الميديال تيروغوي؟ هي دي الميديال تيروغوي. اه هو معدي عليها. وبالنسبه لللينجوال نيرف فالانفيريور الفيلال نيرف بيبقى بوستيرير لللينجوال نيرف. بص بقى ايه اللي حصل. الانفيريور الفيلال نيرف حصل فيه ايه؟ بقى منقط. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان ده دخل في قلب المندبل. الانفيريور الفيلال نيرف دخل في قلب المندبل. يا سلام، هو في فتحه هنا بتعدي يقدر يدخل فيها. اه فتحه في المندبل اسمها ايه؟ مانديبولار فورم. أبعتذر في حاجة هنا مش مظبوطة، خلينا نقولها من أول بس على صورة أحسن من دي. خلينا نشوف دي كده تمام. فين النيرف بتاعنا؟ دي البوستيرير ديفيجن اهي اللي ادتني اللينجوال نيرف قدام راح للتنج اهو، وادتني البوستيرير الانفيريور الفيلار نيرف اللي ماشي عليه لون أزرق. ماشي ده الانفيريور الفيلار نيرف بتاعنا. الانفيريور الفيلال نيرف احنا قلنا ان هو اللارجست برانش من البوستيريور ديفيجن، يعني اكبر من اللينجوال او اكبر من الاوريكيلو تمبرال اهو اللي خارج بالكروت تمام. ده الانفيريور الفيلال نيرف، وقلنا انه نازل داونورد فيرتيكالي تمام اون ذا ميديال تيروجويد. حتى لو ما بليش في الصوره دي انها نازله على الميديال تيروجويد هنبقى نشوفها في صوره ثانيه تمام. بص المانديبل النيرف، شفت الحته دي؟ شوف الحته السودة دي، ده معناه انه دخل في الفورامن اللي في المانديبل. ايوه دخل في المانديبولار فورامن ومشي مشي 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 مشي. شفت ادى هنا ايه؟ ادى الانفيريور دنتال انفيريور دنتال برانشز. ادي برانشات رايحه الاسنان
راح هنا بقى تصبلاي ايه كل الاسنان. يعني لما كنا بنتكلم في النرف اللي فات عن الماكسيلري ارتري كنا قلنا ايه ده في كلهم سوبيرور بس واحد انتيرير واحد ميدل واحد بوستيرير، هنا لا قالك انفيرير دنتال كلهم، ده الانفيرير الفلر ومد ده مدي ده الانفيرير الفلر اهو بالازرق اهو ومدي الانفيرير دنتال برانشز. تمام. بعد كده هيجي هنا عند فتحه، هنا شايف هذه الفتحه، بص كده شايف هذه الفتحه، هذه الفتحه عند الدقن صح. اي حاجه عند الدقن هنا بنسميها منتل. عارف ليه بيسموها منتل؟ هما زمان كان يقولك اي حد يقعد يفكر كده كان بيحط ايده على دقنه، فكانوا بيقولوا يعني قال ايه ان منطقه الدقن دي هي منطقه التفكير، بتحفز التفكير وكده، عشان كده اي حد يجي يفكر بيحط ايده على دقنه، يعني يقعد يهرش في دقنه كده. فاي حته تبع الدقن بقوا يسموها منتل. فهذه الفورمن اللي عند الدقن هنسميها منتل فورمن. تمام. يجي هنا يخرج من المنتل فورمن ويقوم يتقسم لايه؟ لتو تيرمينال برانشز. برانش رايح مش عارفه ازاي للانسايزرز اللي تحت، مع ان انا عارفه ان الرسمه بتقولش كده، بس معلش برانش رايح للانسايزرز اللي تحت اللي هي الاسنان القاطع اللي من قدام دي، بس اللي تحت بقى يعني انسيسيف برانش، وبرانش رايح يسبلاي الدقن بقى بحقه حقيقي، ده المينتال برانش. يبقى من هنا انا هقدر ان شاء الله افتكر كل ما يخص الانفيريور الفينر نيرف، ما عدا حاجه واحده اللي هي بتاعه العضله عشان مش باينه في الصوره هنا، الميديال تروجويد. الانفيريور الفينر نيرف هو اللارجست برانش من بوستيريور ديفيجن اوف ذا مانديبولار نيرف، وات باسز داونوردز وفيرتيكالي على الميديال تروجويد مصل، لو ان مش باين هنا، بيبقى بوستيريور لللينجوال نيرف، ده اللينجوال نيرف قدام اهو، هو الانفيريور الفينر ورا بيبقى بوستيريور لللينجوال نيرف، ويجي هنا لو قربت شويه اهو هيبان لي ان هو دخل عند يدخل المانديبولار فورامن وبيمشي في المانديبولار كانال، يقعد يدي في الانفيريور دنتال برانشز بتاعته ويقوم داخل المنتال فورامن هنا، لو قربت عشان تبان، دخل المنتال فورامن هنا وخرج يدي او خرج من المنتال فورامن، هو ده كله كان دخل من هذه الفورامن لحد ما خرج من هذه الفورامن، إذن دي كلها المانديبولار كانال. ماشي. لما خرج من المنتال فورامن ادى منتال، يعني شيء ادى مدل منتال برانش وانسيسيف برانش. سؤال بقى ممكن يجي لي في الامتحان، الانفيريور الفينر نيرف لوحده ممكن يجي ماشي، واحنا اتكلمنا عنه، ناقص لي برانشاته، انا باخد برانشات البرانشات دلوقتي. الانفيريور الفينر نيرف احنا قلنا برانشاته اصلا، ناقص لنا حاجه واحده صغيره. رقم واحد احنا اتكلمنا عن المينتال نيرف اهو، it comes out from the mental foramen، طالع من المينتال foramen ويسبلاي الجلد اللي هو بتاع التشين اللي هو الدقن، يعني التشين يعني دقن، واللور ليب كمان، ولو ان الصوره مختلفه عن كده انا عارفه، بس معلش المينتال نيرف كل اللي اقوله عنه ان هو بيخرج من المينتال foramen سبلاي السكين بتاع التشين واللور ليب لب، يعني بيسبلاي الشفة اللي من تحت وبيسبلاي الدقن. وبعد كده هتكلم برضو عن الانفيريو دنتال برانشز بتاعتي، ده دي كلهم انفيريو دنتال برانشز او دنتال برانشز، مالها دول؟ طبعا الرايز، ايه رايك؟ مش هو دخل هنا في المنتال فورمن، الانفيريو الفينر دخل هنا في المنتال فورمن، في المانديبولار فورمن، خرج هنا في المنتال فورامين وطول هذه المده او طول هذا المكان كان في المانديبولار كانال، فالانفيرير دنتال برانشز او دنتال برانشز بتاعت الانفيرير الفيلار نيرف دول ارايز انسايد ذا مانديبولار كانال. تمام. ارايز يسبلاي مين؟ يسبلاي اللور تيث باللثه اللي مغطياها، الجامز والبون اللي هو الالفيلر بون، عشان كده كنت بسميته ايه؟ عشان كده كنت بسميه انفيرير الفيلر، اي حاجه اللي رايحه للسنان البوكتس بتاعت الاسنان بتبقى شبه ايه؟ شبه الالفيلوي، يعني اكياس كده، اي حاجه رايحه للسنان بسميها الفيلر. واحنا بنتكلم دلوقتي عن الانفيرير الفيلر برانشات والدنتال برانشز اوف ذا انفيرير الفيلر، فهي رايحه تسبلاي اللور تيث وراح تسبلاي الجامز اللثه اللي حواليها
والألفيلر بون. بعد هنا قال لي هو طبعا معتبرنا اطباء اسنان هنا، فقال لي تيجي اديك كمان تفاصيل زياده. انا مش عايزه بس معلش، قال لك البرانشات اللي رايحه للانسيسيفز اللي هي اللور انسايزرز، الاسنان القاطعه اللي من قدام من تحت دي، وكمان الانياب اللي من تحت الكناينز، بصراحه البرانشات بتاعتها مش من الانفيريور دنتال برانشز، لا دول برانشز من، فاكر مين ده؟ ده الانسيسيف برانش. فاكر الانفيريور الفيلر نيرف لما كان بيخرج من هنا كان بيدي منتال، كان بيدي انسيسيف. الانسيسيف بقى هو اللي بيسبلاي الانسايزرز بالكناينز مش الدنتال برانشز. بس هو معتبرنا هنا اطباء اسنان، فقال لك ايه اما اديهم تفاصيل زياده، يبقى الدنتال برانشز مسؤوله عن كل التيث ما عدا الانسايزرز واللور كناينز، الانياب والاسنان القاطعه اللي من قدام دي. امال مين المسؤول عنهم؟ مش هم اسمهم انسايزرز وكنايز؟ يبقى الانسيسيف برانش. هو مين الانسيسيف برانش ده؟ فاكر لما المنتال فورامن، فاكر لما الانفيريور الفينال نيرف خرج من المنتال فورامن ادى تو برانشز انسيسيف انسيسيف انسيسيف، هو ده الانسيسيف بتاعنا والمنتال، بس كده هو ده الانسيسيف. واحنا كده يا منار خلصنا برانشات الانفيريور الالفيلار؟ لا لسه ما خلصناهم، مش بس تنتال برانشز ومنتال برانش، في كمان نيرف رايح يسبلاي عضلة اسمه نيرف تو مايلو هايويد مصر. على نفس ذات الصورة بس المرة دي باللون الأحمر. الانفيريور افيرنال نيرف لما جه عند الحتة دي دخل في المانديبولار فورامن واستقر في المانديبولار كانال، قبل ما يدخلها صراحة ادى برانش، يبقى ده الانفيريور الفينال نيرف اهو هيدخل، قبل ما يدخل المانديبولار فورامن هيدي برانش ينزل لتحت تبع كده الخط الاحمر. هيدي عضله هنا اسمها مايلو هايويد ماسل، والنيرف اسمه نيرف 2 مايلو هايويد ماسل، وده النيرف الوحيد اللي موتور في البوستيريور ديفيجن. فاكر لما كنا بنقول ان المانديبولار نيرف بتاعنا اللي هو الاصل اللي كان ليه ترانك كان ليه انتيريور ديفيجن، الانتيريور ديفيجن كانت صغيره ومينلي موتور، البوستيريور ديفيجن كانت كبيره ومينلي سنسوري. مينلي سنسوري يعني كتير من الفايبرز بتاعتها سنسوري وفي حاجه صغيره بس هي اللي موتور. البوستيريور ديفيجن الحاجه الوحيده فيها اللي موتور هي انك لما تيجي على الانفيريور الفينال نيرف بتاعها هتلاقي انه بيدي موتور برانش قبل ما يدخل الفورامن المانديبولار فورامن، هو ده النيرف الوحيد اللي موتور في البوستيريور ديفيجن. عشان كده البوستيريور ديفيجن بتاعه المانديبولار نيرف، البوستيريور ديفيجن دي بقول عليها هي اللارج ومينلي سنسوري، بقولش انها كومبليتلي سنسوري، لا هي مينلي سنسوري. الموتور الوحيد اللي فيها هو النيرف 2 مايلو هايويد، وهو ده برانش الانفيريور الفينال نيرف من قبل ما يدخل المانديبولار فورامن. بص كده شايف هذا النيرف اهو ده النيرف 2 مايلو هايويد ماسل. لا مش عايز الصوره دي مش حلوه، ولا معلش خلينا نرجع لها تاني. تقريبا هي دي المايلو هايويد ماسل، مش متاكده الصراحه، بس انا عايزه ان الصوره دي حاجه. فاكر العضله اللي ليها خدناها في العملي كان ليها بيلي ورا بيلي قدام، فكنت بسميها داي جاستريك ماسل. هي دي المصل اللي عامله هذا الشكل، هي فايبر اسلوب هنا. شايف النيرف 2 مايلو هايد رغم ان اسمه نيرف 2 مايلو هايد الا انه كمان بيسبلاي مين؟ انتيريور بيلي اوف دايجاستريك ماسل، بالاضافه للمايلو هايد ماسل نفسها. بقى ناقص لي حاجه واحده بس، هي المايلو هايد جروف. لو بصينا على الصوره دي بص كده انا شايف الاسنان ازاي، وده كده فم من تحت شايل اللسان من تمام. بص كده هنا هتلاقي ده البوستيريور ديفيجن بتاع المانديبولار نيرف اللي اتقسم للينجوال نيرف واتقسم للانفيريور الفينال نيرف. شفت الانفيريور الفينال نيرف غطس فين؟ دخل في المانديبولار فورامين، بس قبل ما يدخل فيها ادى البرانش بتاعنا اللي هو النيرف تو مايلو هايويد مصر، وهذا البرانش مشي في جروف مخصص ليه هو والارتري بتاعه اسمه ايه؟
مايلو هايويد جروف. تمام، راح يسبلاي مين؟ هل راح يسبلاي المايلو هايويد ماسل بس؟ لا، كمان راح يسبلاي الانتيريور بيلي اوف ذا دايجاستريك ماسل. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا الترنك، خلصنا الانتيريور ديفيجن، خلصنا في البوستيريور ديفيجن، خلصنا اوريكولو تمبرال، خلصنا انفيريور الفيلر. ناقص لنا مين؟ ناقص لنا اللينجوال نيرف. انا حاسه انك نسيت التوبك كان عن ايه. كان عبارة عن المانديبولا النيرف ده لو كان ليه موتور روت وسنسوري روت، كان ليه ترانك بتقسم الانتيريور ديفيجن والبوستيريور ديفيجن كده. يعني اللينجوال نيرف هو فين؟ هو النيرف ده اللي رايح للتانج. ماله؟ اول حاجه ابتديها عنه، هو اصله مش ده البوستيريور ديفيجن ده مانديبولار نيرف؟ لا، فكريني تاني، مش ده المانديبولار نيرف كان ليه ترانك اتقسم لانتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن؟ بوستيريور ديفيجن بقى ادى الاوريكولو تمبورال نيرف، ام مقسوم لانفيريور الفيلر ولينجوال. اذا اللينجوال ده واحد من الاثنين تمبورال، من الاثنين تيرمينال برانشز بتوع البوستيريور ديفيجن اللي هم الانفيريور الفيلر واللينجوال. كده اتكلمت عنه، عن الاوريجين بتاعه. بالنسبه للكورس بتاعه ومعها الريليشنز، عشان عند التانج هنا في ريليشنز كتير من ضمن الكورس بتاعه. خلينا نرجع للبرنامج عشان خاطر نشوف ونقتنع ان اللينجوال نيرف، ان اللينجوال نيرف اهو ده اللينجوال نيرف اهو ده النيرف ده الكورس بتاعه بالريليشنز بتاعته مقسومه لتلات اجزاء. بص كده، مش ده المانديبل؟ خليه ما يبانش قوي عشان اقدر اشوف اللينجوال نيرف من تحتي. ماشي، فين اللينجوال نيرف بتاعي من تاني؟ اهو ده اللينجوال نيرف بتاعي. هتلاقي ان اللينجوال نيرف بتاعنا مقسوم لايه؟ مش المانديبل ده عباره عن ريمس وعباره عن بادي؟ في جزء من اللينجوال نيرف ديب للريمس، ثم لو شلنا الاسنان دي هنا بقى يبان لي اللينجوال نيرف اهو تحدد في جزء منه. او الكورس والريليشنز بنقسمهم لايه بتاعه اللينجوال نيرف؟ في كورس والريليشنز ديب للريمس بتاع المانديبل. المانديبل ده الريمس بتاعه، الدراع بتاعه، تمام. و ريليشنز، بس لو خلينا الطنج بس ما يبانش قوي وجينا نحدد تاني على اللينجوال نيرف، هلاقي ان بالفعل جزء منه ديب للريمس وجزء تاني منه ديب لايه؟ للبادي، للبادي بتاع، جزء منه ديب للبادي بتاع المانديبل. يبقى رقم واحد ديب للريمس بتاع المانديبل، رقم اتنين ديب للبادي بتاع المانديبل، رقم تلاتة ريليت لمين؟ للتنج، للسان. فلاقي ان اللينجوال نيرف ماله؟ خلينا كده نحدد الاتنين مع بعض. اللينجوال نيرف في الاخر بقى بيبقى ريليتد ل at the side of the tongue، يعني على جانبي التنج. يبقى تاني ايه تقسيمة اللينجوال نيرف؟ لو جه سألني عن اللينجوال نيرف هقول له ايه؟ هقول له بسم الله الرحمن الرحيم، ده واحد من الاتنين terminal branches بتوع البوستيريور ديفيجن، وهو مكبله كورس والريليشنز. ده بيتقسم لتلاتة parts، part deep للريمس، وبارت ديب للبادي اوف ذا مانديبل، وبارت ات ذا سايد اوف ذا تانج على جانبي التانج. رقم واحد البارت الديب للريمس اوف ذا مانديبل، كلامنا عنه بسيط خالص. هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه نازل. طبعا هو نازل ولا طالع لقدام؟ لا، هو نازل. ات ديسندس او ات باسس داونوردز على مين بقى؟ على الميديا تيرويد ماسل. خدت بالك؟ خدت بالك اهو اللينجوال نيرف اهو نازل الديسندس اون ذا ميديال تيروجويد ماسل قدام مين؟ قدام الانفيريور الفيلر نيرف. تاني كده، الجزء من اللينجوال نيرف اللي ديب للريمس ماله؟ الديسندس اون ذا ميديال تيروجويد ماسل ان فرونت اوف ذا انفيريور الفيلر نيرف. طب وبعد كده فين اللينجوال نيرف بتاعنا؟ لما يجي يبقى ريليتد للبادي، اذا هيعمل كسره. مش الريمس واقف فيرتيكال والبادي هوريزونتال؟ يبقى اول ما الانفيريور، خلينا نعمل فيد دي،
اول ما اللينجوال نيرف بتاعنا يبقى هو كان في البدايه ديسند فيرتيكال عشان كان ديب للريمس، بعد كده لما يبقى ديب للبادي هيديسند هيديسند ويمشي انتيريورلي، ات باسز داونوردز اند فوروردز، ماشي تحت وانتيريور، عشان البادي بتاع المانديبل هوريزونتال. واحنا بنتكلم عن دلوقتي عن الجزء من اللينجوال نيرف اللي ديب للبادي اوف ذا مانديبل، صح؟ يبقى ات باسز داونوردز اند فوروردز في جروف صغير مش باين تحت فين بالظبط. هو ماشي هنا عامل جروف على العظم هنا لو بيناه اهو، هو ماشي هنا اهو ديب للمانديبل باسز فوروردز و وانتيريرلي داونورد وفورورد، عامل هنا فينت جروف، جروف يعني خفيف مش باين قوي تحت ايه، تحت اخر درس لولا ان شلت السنان بس، او ممكن نشوفها على الناحيه الثانيه. بص اهو اللينجوال نيرف بتاعنا اهو الجزء الديب للبادي اوف ذا ماندبل، هتلاقي انه ديسندس باسز داونوردز وفوروردز في فينت جروف تحت اخر اي تحت اخر درس، يبقى بيلو ذا لاست مولر توث، وفي الحته دي هو بيبقى كفرد بميوكوزا بأورال ميوكوزا بس. عارف يعني ايه؟ يعني عرضة ان وانت مثلا بتخلع الدرس ده تعمل انجري لللينجوال نيرف هنا، ماشي للبارت من اللينجوال نيرف اللي تديب للبادي اوف ذا ماند، بس دي مش علينا حتة كده كلينيك او تقريبا تقريبا مش عارفة دي فاتي مني ولا ايه. عشان يعملوا بلوك او انستيزيا هنا على طول بيدخلوا يحقنوا الانستيزيا هنا يوصل على طول لللينجوال نيرف، تمام؟ ده معنى حته ان في البادي ان الجزء من اللينجوال نيرف اللي بيبقى ديب للبادي اوف ذا ماندبل بيباس داونورد وفورورد في فينت جروف بلو ذا لاست مولر تيث كفرد وذ اورال ميوكوزا بس، فممكن يتحقن هنا يحصل له انجري هنا هكذا. نايس لي، بما اني خلصت اد ديب تو ذا ريمس فورسو ريليشنز وديب تو ذا بادي فورسو ريليشنز، ناقص لي اد ذا سايد اوف ذا تانج على جانبي التانج. انا شلت هنا المانديبل عشان اقدر اشوف اللينجوال نيرف بتاعنا كويس، واحنا دلوقتي في اد ذا سايد اوف ذا تانج الريليشنز بالدايركشن بتاعه، وانا عند السايد اوف ذا تانج عشان افتكر كويس كلامي هجيب سيره عضلتين ثم تو جلاندز، سيره عضلتين الاول ثم تو جلاندز، وبعد كده هرجع لشويه ملحوظات او ملحوظتين كمان، يبقى عضلتين تو جلاندز ملحوظتين ثم اتكلم عن برانشات. يعني بين العضلتين والله انا شايفه هنا دي عضله جايه من الستايلوت، فكره ده الستايلوت بروسيس عامل زي الشوكه ده اهو، في عضله هنا واخده اوريجين من الستايلوت بروسيس وعامله انسرشن التانج. خلاص اسميها ايه؟ ستايلو جلوسس، ماشي. شفت اللينجوال نيرف معدي عليها؟ معدي عليها. وفي كمان عضله هنا بس المره دي هي جايه من هايود بول وعامله انسيرشن فين؟ برضو في التانج، بسميها ايه؟ هايو جلوسس، هايو جلوسس. ولو بصينا على اللينجوال نيرف بهذا الاتجاه هنلاقي ان اللينجوال نيرف بيعدي على الستايلو جلوسس وعلى الهايو جلوسس، بالتحديد الابر بارت من هاي جلوسس، هاي جلوسس كلها اهي هو بيعدي على الابر بارت منها بس، تمام؟ يبقى ادي العضلتين ات كروسس ذا ستايلو جلوسس ماسل اند ذا ابر بارت اوف ذا هاي جلوسس ماسل. نرجع معلش للصوره دي عشان باقي الكلام مش باين في البرنامج. فين اللينجوال نيرف بتاعي؟ اهو ده اللينجوال نيرف، ماله الخيط الابيض ده اللينجوال نيرف، وانا اهو at the side of the tongue، انا شايف التانج اهو. جبنا سيره العضلتين الستايلو جلوسس والهايو جلوسس، هجيب سيره تو جلاندز. اولا ان اللينجوال نيرف هنا شفت عمل ايه؟ عمل خطاف او لف حوالين الدكت اللي باللون الاخضر دي، وهي ايه دي؟ دي الدكت بتاعت الجلاند دي، شايف الجلاند دي؟ وهي مين دي؟ دي الجلاند اللي تحت المندبل، انت شايف العظم اهو مكسور هنا او مقطوع هنا، تمام؟ يبقى الجلاند دي مين؟ السب مانديبولار
جلاند، ودي الدكت الخضره بتاعتها. يبقى اللينجوال نيرف اهو ات هوكس اراوند، يعني عامل هوك هوك او لف حوالين الدكت بتاعت السبمانديبولار جلاند، او ات هوكس اراوند ذا سبمانديبولار دكت. وبعد كده يمشي فورورد، بس ايه ده، ده اختفى. عارف ليه؟ عشان عدى ديب لهذه الجلاند، المره دي الجلاند دي تحت اللسان، اذا سبلينجوال جلاند، عشان يوصل للسان اللي هو اتسمى على اسمه اللينجوال نيرف. يبقى فين التو جلاندز بتوعي؟ رقم واحد الدكت بتاعت السبمانديبولار جلاند، ثم السبلينجوال جلاند. مالها الدكت بتاع السبلينجوال جلاند؟ اللينجوال نيرف هوكس اراوند ذا سبمانديبولار دكت then passes deep to the sublingual gland. submandibular الأول ثم sublingual عشان يوصل للسان. احنا كده خلصنا، احنا كده قلنا ال two muscles اللي هو ال styloglossus، خلينا نرجع لها تاني، ال styloglossus وال hyoglossus وادي النرف بتاعنا، وال two glands اللي هما نفتكرهم من الصورة دي إيه، ان هو hook around the submandibular gland then passes deep to the sublingual duct submandibular sublingual gland. دي sublingual دي اللي تحت اللسان، دي submandibular دي اللي تحت المندبل. فبيباس هنا انا ما بشوفهوش اللينجوال نيرف لانه بيباس ديب للسبلينجوال جلاند ويوصل للتنج. بقى هنا انا كده قلت two muscles و two glands، ناقص لي two ملحوظتين، ملحوظتين يعني. اول ملحوظه هي النقطه دي او الكره الصغيره دي، لان دي من ضمن الريليشنز. شايف العضلات اللي تحت اللينجوال نيرف دي؟ مش احنا قلنا اللينجوال نيرف بيعدي على العضلتين اللي هم الستايلوجلوسس والابر بارت من الهايوجلوسس؟ اه، وهو معدي على الابر بارت من الهايوجلوسس او هو اون ذا هايوجلوسس ماسل، هتلاقي ان في هنا، هتلاقي هنا جانجليوناية متعلقة من اللينجوال نيرف باي تو روتس، يعني في تو روتس هنا معلقين هذه الجانجليوناية باللينجوال نيرف. ايه رأيك اسميها هذه الجانجليوناية مش دي، معلش مش الجلاند دي، اسمها سبمانديبولار جلاند من الغدد اللعابية صح، عشان تحت المندبل. خلاص الجانجليون دي قريبة منها، خلاص اسميها سبمانديبولار جانجليون. كده أول ملحوظة. تاني ملحوظة بقى هي مبكرة شوية، يعني المفروض قريب من الأوريجين بتاع اللينجوال نيرف. اهي بص فين اللينجوال نيرف بتاعنا، هو ده، بص اللي رايح للسان ده هو ده اللينجوال نيرف، وحتى هو متعلق بال متعلقة فيه السبلينجوال أو اسمها مين، السبمانديبولار جانجليون. اهي سبمانديبولار جانجليون، يبقى ده بالفعل اللينجوال نيرف. بص بقى فوق اللينجوال نيرف حصل فيه ايه، لو قربت هنا شويه هتلاقي ان في برانش جه قام مدخل نفسه مع الفايبرز بتاعه اللينجوال نيرف. مين هذا البرانش الحشري ده؟ ده برانش من العصب السابع، كان اسمه كوردا تيمباناي. كوردا تيمباناي ليه تيمباناي؟ المفروض التيمباناي معناها تيمبانيك ميمبرين اي اير درام، لان هو كان بيعدي في طريقه في الودن، بيعدي على التيمبانيك ميمبرين وبيعدي على الودن يعني او على الميدل اير. فمش مهم كده ليه تسمى هذا برانش، ليه تسمى كوردا تيمباناي. ماشي، هذا برانش اللي هو اسمه كوردا، كوردا يعني خيط، كوردا تيمباناي ده برانش من العصب السابع. كل اللي عايزه اعرفه عنه ان هو قريب من الاوريجين بتاع اللينجوال نيرف، اهو اللينجوال نيرف اهو قريب من الاوريجين بتاعه، قام الكوردا تيمباناي عمل جوينينج لللينجوال نيرف. قالك يا ابني انت ليه عملت الحركة دي؟ انت مالك ومالي، انا نيرف رايح اهو، انا نيرف سنسوري اللينجوال نيرف، انا سنسوري نيرف بنقل احاسيس، انت ايش حشرك معايا، انت مالك بيا؟ قالك لما نشوف وظيفة اللينجوال نيرف ساعتها هنفهم ايه الحكمة من اللي حصل هنا، ان الكوردة تيمباناي برانش من العصب السابع يجوين اللينجوال نيرف. اللينجوال نيرف زي ما انا شايفه اهو هنا هو رايح للتنج، وكمان رايح للسبمانديبولار جلاند والسبلينجوال جلاند،
الغدد اللعابيه سليفر جلانس دي، وجايب منهم الجنرال سنسيشن. يعني ايه جنرال سنسيشن؟ يعني الاحساس العام، احس بين، احس بتمبريتشر، احس باي حاجه فيهم. هو في سنسيشن مش جنرال، في سبيشال سنس، واحنا اتهرينا في كلمه سبيشال سنس دي اللي هي مثلا ايه تيست، السميلنج، هيرنج، عندناهم في السي ان اس دي سبيشال سنسيشنز. فهذا اللينجوال نيرف جايب لي جنرال سنسيشنز من التانج، بس بصراحه التلتين اللي قدامانيين بس، ملهوش دعوه بالتلت اللي ورا، ماشي؟ التلتين اللي قدامانيين بس من التانج مسؤول عنهم، بالميوكوزا اللي في الفلور بتاعتهم، مش التانج قاعد على فلور متغطيه بميوكوزا، فهو برضو واخد سنسيشن مش بس من anterior two thirds من التانك، واخد برضو من الميوكوزا بتاعت الفلور والجام برضو اهي اللي هي اللثة. يبقى التانك ثم الفلور، الميوكوزا بتاعت الفلور ثم الجامز، وكمان مين؟ السبلينجوال جلاند اهي، وفي كمان السبمانديبل جلاند اهو، دول اهو كله باين في الصور، ماشي؟ هو مستقبل الجنرال سنسيشنز منهم، احس ببين، احس بتمبريتشر، احس باي جنرال سنسيشن. طيب هل في هنا سبيشال سنس؟ اللي هو مين؟ انا رايح للتانج، يبقى اكيد السبيشال سنس بتاعي ايه؟ التيست. وبرضه مش من التانج كله صراحه، انا بنقل التيست سنسيشن من التلتين القدامانين من التانج بس. يبقى التيست سنسيشن from the anterior two thirds of the tongue. يعني كده اهو general sensation و taste sensation اللي هو special sense. ناقص لي حاجة تانية؟ ناقص لي الصراحة، اللي هي ايه؟ وما معلش، هل الجلانز دي محتاجة بس general sensation؟ يعني انا محتاجة منها ان انا احس بين او temperature فيها، لما مثلا لما تلتهب احس بوجع فيها، ده بس اللي محتاجة منها، ولا لازم توصل لها fibers تبع الاوتونوميك نيرفس سيستم؟ عشان خاطر لما انا اكون في حاله استرخاء والاوتونوميك نيرفس سيستم بتاعي يشتغل، بالدايجستيف سيستم تشتغل هذه السبمانديبولار جلاندز الاوتونوميك فايبرز اللي وصل لها، بالتحديد البارا سمباثيتك فايبرز اللي وصل لها، فتنتج السلايفا، وده الجو الملائم للبارا سمباثيتك سيستم بتاع الاسترخاء، تمام؟ يبقى هو كمان بيبعت parasympathetic fibers يوديها لمين؟ لهذه الجانجلون اللي هي submandibular ganglion، عشان هي تبعت fibers بس post ganglionic بقى، يعني بعد الفايبرز. ما هو كل ما قبل بص لو قربنا كده، دول كده pre ganglionic fibers، دول كلهم، ما هو كل ما قبل الجانجلون pre ganglionic fibers، وما بعد الجانجلون post ganglionic fibers. فالparasympathetic fibers بيعملوا ايه؟ بيعملوا ريلي في المانديبولار جانجليون، في السب مانديبولار جانجل معلش، بيطلع منها بوست جانجليونيك فايبرز بتسبلاي مش بس المانديبولار جلاند، لا كمان بتسبلاي السبلينجوال جلاند، ولو ان مش باين في الصوره هنا، تمام؟ يبقى البري جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز جايه مع اللينجوال نيرف هنا، هتعمل ريلي هنا. البوست جانجليونيك فايبرز هتخرج من السب لينجوال، هيخرج من السب مانديبولار جانجليون، هيخرج منها بوست جانجليونيك فايبرز، مش هتقتصر بس على انها تسبلاي السب مانديبولار جلاند، لا كمان هتسبلاي مين؟ السب لينجوال جلاند. بص هنا هتبان احسن، دي السب مانديبولار جانجليون اهي، جالها بارا سمباثيتك فايبرز مالها، وطلع منها بوست جانجليونيك فايبرز، راحت تسبلاي السب مانديبولار والسب لينجوال كمان. طب سؤال بقى، فين اللينجوال نيرف بتاعنا؟ اللينجوال نيرف بتاعنا اهو اللي متخطط عليه باللون الازرق والنقط الحمراء. عارف ليه لون ازرق وليه نقط حمراء؟ اللون الازرق ده بتاع الجنرال سنسيشن عادي، مش حاجه سبيشال يعني. حتى هو متوصل بايه؟ بصوا كاتب ايه، تيست والانتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج، او تيست من الانتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج. وعند النقط الحمراء دي، لا دي بارا سمباثيتك فايبرز، جاي له منين تاني كده؟ الحته دي فين اللينجوال نيرف بتاعنا؟ هو ده اللينجوال نيرف. شفت مين اللي عمل له جويننج؟ الكوردا تيمباناي. طب بص كده، دي التيمبانيك ممبرين،
وهذا البرانش من العصب السابع عشان جاي من معدي على التمبانيك ممبرين، فكنت بسميه كوردا تمباناي. كوردا يعني كورد، يعني خيط كده او حبل او عمود كده، تمام. فده الكوردا تمباناي اللي عمل انجوين لمين؟ لللينجوال نيرف. الكوردا تمباناي فيه خط ازرق وفيه خط باللون منقط احمر. الخط الازرق ده مسؤول عن التيست سنسيشن من الانتيريور تو ثيردز اوف ذا تانك، والخط الاحمر ده بارا سمباثيتك فايبرز عملت ريلي في السبمانديبولار جانجليون وبعد البوست جانجليونيك فايبرز للجلاند دي والجلاند دي اللي هو السبلينجوال والسبمانديبولار. ودي قيمه ان الكوردا تمباناي عمل جويننج لللينجوال نيرف. يبقى ده اللينجوال نيرف اهو، وده الكوردا تمباناي عمل جويننج ليه عشان خاطر يبقى ديستريبيوتد معاه. قال له انت رايح انت معدي على السبمانديبولار جانجليون ورايح للتانج، طب ما انا كمان يا اخي انا هبعت سنسيشنز، فمعلش وديني نفس كتك، انا هبعت باراسمباثيتك فايبرز السبلينجوال جلاند وهبعت برضو هاخد التست سنسيشن من الانتيريور تو ثيرس اوف ذا تانج وهبعتهم لمين؟ للمخ، وارجع للفيشل نيرف بتاعي. وانت يا لينجوال نيرف انا مش هاثر عليك، انت العادي بتاعك انك واخد الجنرال سنسيشن من الانتيريور تو ثيرس اوف ذا تانج. فتلاقي كاتب لك ملحوظه كده في الكتاب لك ان البرانشات بي وسي، اي البرانشات اللي بتحمل التيست سنسيشن اللي هي باللون الازرق، والبرانشات البارا سمباثيتك اللي هي بالنقط اللون الاحمر، دول فروم ذا كوردا تمباناي نيرف. هو ده الكوردا تمباناي وده اللينجوال، تمام. هنا بقى اتحدوا مع بعض وبكده ولله الحمد خلصنا اللي ما كانش عايز يخلص. خلصنا مين هو؟ احنا كنا في اني نيرف من كتر النيرفات اللي خدناها؟ احنا كنا فين؟ احنا كنا في هذا النيرف اللي هو اسمه مانديبولار نيرف، اللي كان ليه ترانك وانتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. ترانك كان جزء منها سنسوري اللي هو النيرفس سباينوزس، جزء منها موتور اللي هو النيرف ميديا تيروغويد اللي راح الميديا تيروغويد والتمباناي والتنسور بالاتاي، والانتيريور ديفيجن اللي كانت مينلي موتور، كانت اتنين بتبعت اتنين برانشز للتمبرال ماسل، تمبرالس ماسل اللي هما تو ديب تمبرال ماسلز، تو ديب تمبرال نيرفز، ونيرف تو ماسيتر، ونيرف تو لاترال تيروغويد، بتكمل سنسوري اللي هو البكال نيرف. اوعى تقول ده بيروح يسبلاي الباكسينيتور ماسل، تقول ده بيسبلاي السكن الكفرنج باكسينيتور ماسل والميكوزا لاين باكسينيتور ماسل، لان ده الحته الوحيده اللي سنسوري في الانتيريور ديفيجن. بوستيريور ديفيجن هتقول له ان هو بيدي الاوريكولو تمبورال نيرف، وبعد كده بيتقسم لبوستيريور لانفيريور الفيلار نيرف ولينجوال نيرف. لسه مخلصين لينجوال نيرف، انفيريور الفيلار نيرف اللي كان بيدي نيرف تو مايلوهايد، كان بيدي دنتال برانشز، وكان بيخرج يدي المينتال نيرف. وبقى كده خلصناها الحمد لله.